السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من قناه ماريا كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديرو كيكه الخمس ملاعق بزوج حبات بيض وبطبقه من المورينغ. تجي بزاف بنينه هاد الكيكه وتوالم بزاف، تحطوها مع العصائر. مقاديرها جد بسيطه، طريقه العمل تاعها جد سهله. نبداو بسم الله. عندي لهنا زوج حبات على البيض، فصلت الصفار عن البياض. البياض راح نخدمو به المورينغ من بعد، والصفار راح نضيف له خمس ملاعق كبيره تاع سكر عادي ولا خمس مغارف سكر عادي. اللهنة المغرف يعني تعمروها عادي، ما تعمروهاش بومبي وما تعمروهاش تكون ممسوحه، يعني معمره عادي. مغرف صغيره لافاني، قرصه تاع الملح، وراح نجيب اللهنة الباتر وراح نخلط هذا الخليط حتى نتحصلوا على خليط شويه ابيض، يعني هذاك السكر يدوبلي. انا اللهنة ما خلطتش البيض والسكر تاعي مليح، من توما من الاحسن تتحصلوا على قوام يكون ابيض على هذا، هكا باش تجي الكيكه تاعكم خفيفه. نجي لهنا نضيف خمس مغارف كبار تاع الزيت بهذه الطريقه، هذه المغرف الثالثه الرابعه والخامسه، وراح نزيد نخلطهم بالباتر كما راكم تشوفوا. وهذه الكيكه من الاحسن نستعملوا الباتور، يعني لهنا الباتور راهو اجباري باسكو حنخدموا به لا مورينغ، دونك نخدموا به ثاني الكيكه تاعنا. وراح نجي لهنا نضيف خمس مغارف كبار تاع القهوه، ولهنا تقدروا تعوضوا القهوه بالحليب اللي ما يحبش الكو تاع القهوه. من ننصحكم تستعملوا القهوه، راح يجي المذاق تاعها روعه، يعني القهوه مع الكاكاو راح تمد واحد الريحه واحد البنه هايله كما راكو تشوفوا. خمس مغارف كبار درت، وراح نزيد لهنا نضربها بالباتر بهذا الشكل. هكا لازم لهنا السكر تاعنا يذوب باش الكيكه تاعنا تجي خفيفه. لهنا ساي راح نحبس الباتر، راح نهبط هذوك الاطراف. في هذه المرحله راح نبدا نضيف في الفارينه، راح نضيف ربع مغارف كبار فارينه ومغرف كبيره كاكاو، يعني لهنا المجموع خمس مغارف كبار. ولهنا بالنسبه للمغرف تاع الفارينه شوفوا لهنا راني معمرتها انايا، ولهنا حبيت نمدي لكم واحد التدبيره، يعني تقدري تضيفي ربع مغارف تاع الفارينه مع المغرف تاع الكاكاو، ومن بعد كي تخلطيهم راح يصبح الخليط تاعك بزاف عاقد. في هذه المرحله واش راح ديري؟ راح تضيفي القهوه ولا الحليب للخليط تاعك، يعني تبقاي تضيفي في القهوه ولا الحليب لك الاختيار، يعني اللي يحب الكو تاع القهوه قاصح يضيف القهوه، واللي ما يحبهاش يضيف الحليب. وراح تبقاي تزيدي في الحليب ولا في القهوه حتى تحصلي على القوام يكون خفيف، يعني كيما المسكوتشو. انا لهنا ضفت مغرف صغيره تاع الخميره، لهنا المغرف تكون ممسوحه. بالنسبه للمغرف هي مغرف تاع الحليب ماشي هذيك الصغيره كامل تاع القهوه، وتكون ممسوحه. ونجي لهنا ندخلها بهذا الشكل، شوفوا لهنا الخليط تاعي كيفاش يولي، يعني عادي كيما نخدموا المسكوتشو عادي. وشنو هذا الخليط يجي شويه يتلاصق باسكو ما فيهش البياض البيض، فيه غير الصفار. ولهنا ملاحظه تاني بالنسبه للفارينه، بالنسبه للقهوه يعني ضيفوها مره، يعني قهوه براس ما تضيفولهاش كامل السكر، هذوك الخمس مغارف تاع السكر راح يكونوا كافيين. عندي لهنا سنيوه 25 على 25، يعني سنيوه راهي صغيره. راح نجيب الخليط تاعي، لهنا كنت درت لها شويه تاع الزيت وغبرتها مليح بالفارينه لهنا هكا باش ما تلصقليش. وراح نجيب الخليط تاعي ونديرو، شوفوا لهنا الخليط تاعينا كيفاش راهو بهذا الشكل، وراح نمشيه كامل في سنيوه تاعي. وفي هذه المرحله نكون شعلت الفوق تاعي على 180 درجه، نديرها طيب ما نشعلهاش كامل من الفوق. كي نشوفها نشفت، يعني ندخل موس ولا كي نلقاها نشفت، في هذه المرحله صاي راح نحيها وتكون واجده ونخليها تبرد مليح. ومده الطهي ما حش تدي لكم بزاف، يعني من 4 ساعه حتى 20 دقيقه كاقصى حد.
نجي لهنا نخبطها شويه باش نخرج لها هذاك الهواء، وراح ندخلها الطيب. نمروا لهنا نوجدوا لا مورينغ تاعنا. عندي 2 بياض بيض يعني اللي فصلناه على الصفار، راح نضيف عليه قرصه تاع الملح، وراح نجي لهنا نطلعه حتى يصبح رغوي، يعني نطلعه حتى يولي يعني بيض والقوام تاعو يولي متماسك. في هذيك المرحله باش نبدا نضيف السكر. ولا هنا باش تنجح لكم لا مورينغ لازم الغيسيبيون تاعكم ما تكون فيها حتى قطره تاع الماء، وثاني لازم البيض تاعكم يكون بدرجه حراره الغرفه، يعني تجبدوه مقبل باش تخدموا به. انا لهنا ضفت مغرف الاولى تاع السكر، راح نضيف 3 مغارف تاع السكر راح يكونوا كافيين، والحلاوه تاعها تجي معتدله يعني ما راحش نضيف 5، واللي تحبها حلوه بزاف تضيف 5 مغارف. راح نضيف المغرف الثانيه، يعني نضيف بالوحده وندرب مليح حتى يدوب لي هذاك السكر كامل. وتاني تحصلوا على تحسوا القوام تاع لامورانك تاعكم ثقيله كما راكم تشوفوا. وراح نزيد نضيف المغرف الثالثه بهذا الشكل. هكا يعني ندربها مليح، وتاني تولي يعني بيضه بزاف. شوفوا لهنا لهنا ساهي راهي واجده. راح نضيف لها لهنا صوص كاراميل، هذه ماشي عطر الكاراميل ولا باتاغوم، هذه صوص كاراميل اللي شبحوا بها فوق لاكرام ولا فوق لي كيك. انا ضفتها لهنا باش تنحي لي هذيك الريحه تاع البيض، واللي ما عندهاش تقدر تضيف مغرف صغيره لافاني، ولي تستعمل باتاغوم تاع الكاراميل يعني تضيف غير شويه باسكو هذيك فيها لا كولور، وراح تغير لكم اللون تاع لامورينغ تاعكم. الكيكه تاعي لهنا كانت بردت مليح، يعني كانت بارده مليح، وراح نجي لهنا نحط طبقه تاع لامورينغ من الفوق بهذا الشكل هكا، ونسويها مليح كامل فوق سطح تاع الكيكه بهذا الشكل، يعني راح تمشي لكم بكل سهوله. وراح نجي لهنا نجيب مغرف وراح ندير هكا بظهر تاع المغرف، يعني تزيين بسيط بهذا الشكل. هكا راح نديرها كامل، عندي لهنا شاليمو وراح نجي نحرق الكيكه تاعي بهذه الطريقه. ولا هنا اللي ما عندها شاليمو عادي تشعل الكوشه تاعها ولا الكويزينيير تاعها من الفوق، كي تشوفها حمارت راح تنحيها. وشنو لهنا عسوها كيما نقولوا ماشي ديروها وتروحوا، لا قعدوا عسوا فيها باسكو راح تحمر تمتم. وهذا هو الشكل تاع الكيكه تاعي بعد ما حرقتها كامل، يعني الشكل تاعها يجي بزاف شباب. وراح نجي لهنا نزيد ندير لها تزيين بسيط، راح نضيف لها هذيك صوص كاراميل هكا نديرها من الفوق، راح تمد لها مذاق روعه، يعني المورينغ مع صوص كاراميل راح يجي بزاف هايل بهذا الشكل. وراح نجي لهنا نزيد ندير منه، وعندي لهنا تاني شويه تاع الكاوكاو كنت حمصته وطحنته، يعني خدمت به كاطو وقعد لي، راح نجي لهنا نزين به هكا من الفوق. وانتم ما تقدروا ديروا كاوكا ايفيلي، تقدروا ديروا جوز، تقدروا ما ديروش كامل، لكم الاختيار. وراح نجي لهنا نقطعها لكم بهذا الشكل، راح نجي لهنا نوري لكم حبه هكا باش تشوفوا كيفاش جات. جات الله يبارك، جات بزاف بنينه. الطبقه تاع الكيك هذيك ما تجيش خشينه، الطبقه تاع المورينغ تجي حكمه روحها، يعني روعه هاد الكيكه. نتمنى منكم تجربوها، على بالي بلي كي تجربوها راح تعجبكم بزاف، وتجي بزاف خفيفه، بزاف خفيفه هايله. وكي تبات راح تتشرب، راح تولي بزاف بنينه، يعني تولي بنينه اكثر واكثر كل ما تبات، كل ما راح تولي بنينه زياده.
وفي الاخير اذا عجبكم الفيديو ما عليكم غير ديروا لي جيم كومونتير، تبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم واحبابكم، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. سلام.